البلاء حل على مصر كلها، وده طبيعي ومنطقي جدا، نتيجة طبيعية لجزء من شعب مصر شاف بعينه الدم في الشوارع وياريته سكت. ده جزء سكت وجزء طلع غنى ورقص، غنوا ورقصوا، ستات محجبات موظفات طلعوا غنوا وهزوا لحمهم ورقصوا للسيسي للجزار. فاللي بيحصل النهاردة طبيعي ومنطقي. شلل المنتفعين اللي هي في ناس بتنتفع بمناصب، أو ناس انتفعت بأموال، أو ناس انتفعت بمئتين جنيه، طبيعي. وخرجوا يكيدوا الإخوان ويقولك احنا عارفين ان هو انقلاب بس احنا برضو كده. اقل واحدة من دول معاها ليسانس او بكالوريوس طلعت ترقص على الملأ قدام الكاميرات عشان تكيد الإخوان، والنبي لنكيد العزال ونقول اللي ما عمره تقال. منطقي وطبيعي جدا ان الست دي تخلت عن وقرها، تخلت عن قيمها، تخلت عن تربيتها في سبيل انها تكيد الإخوان. على فكرة انا مش بشمت فيك ابدا، ابعد الشماتة عن الموضوع، الشماتة دي لهجة الضعيف. انا بقول لك بس ان ده منطقي. اللي في مصر النهاردة هو نتيجة طبيعية للي حصل من فئات من الشعب المصري من 10 سنين. انت منتظر ايه؟ اللي بيحصل في مصر النهاردة منطقي، لو ما كانش حصل كان يبقى في حاجة في المنطق غلط. مقدمات منطقية جدا بتتبعها النتائج. ما تلومش اي حد في الدنيا، ما تلومش السيسي، انما لوم نفسك. انا بتكلم على الفئات دي، انا بنتكلم عن واحد بيقولك ضرب تليفون الفجر لمهاب مميش وقال له انت لسه ما نمتش، قال له اه، قال له محفر الترعه، فقام يحفر الترعه بالاحتياط النقدي اللي في البنك. ده مهاب مميش اللي حكى. طبيعي جدا ان البلد يحصل لها كده، لان حتى لو دي فلوسك مش هتعمل فيها كده. انت لسه ما نمتش يا مهاب؟ قال له اه يا ريس. قال له قوم احفر الترعه. لما كل كركات، وبعد انك بعد ما كانت هتتحفر في 3 سنين وقف يستنصح ويقول له ده حفر على الناشف، يعني سنه. كانت النتيجه المنطقيه والطبيعيه ان الاحتياط النقدي يقل فتقترض فتعوم الجنيه. طبيعي جدا منطقي اللي بيحصل النهارده مع واحد وقف قدام محمد بن راشد ويقول له عايز العاصمه الاداريه، فالراجل يقول له 10 سنين، يقول له لا ما بنعملهاش كده، احنا عايزينها امبارح. فطبيعي انه يرمي 58 مليار دولار في الصحراء عشان ينفخ في عاصمة إدارية أكبر من مساحة دول وانت معكش فلوس أصلا. فشيء طبيعي جدا لما المسرح يتملى بالأرادتية والحواه والقوادين، طبيعي العرض يبقى ضعيف ضايع. ولا انت منتظر ان الحواه والأرادتية والقوادين يقف على المسرح هيطلعوا لك نص لشكسبير؟ ده تبقى ساذج. منطق طبيعي لعشر سنين من العك والناس ساكته.